الحمد لله الذي علا وقهر، فسبحانه من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى ولا يدركه بصر، وتعالى من قادر محيط لا تنجي منه قوة ولا مفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على رغم أنف من جحد به وكفر، شهادة أرجو بها النجاة من نار لا تبقي ولا تذر. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله سيد البشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السادة الغرر، الذين جاهدوا في الله حق جهاده فما وهى عزم أحدهم ولا فتر، صلاةً وسلامًا دائمين إلى يوم المحشر. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن آياته في خلقه عظيمة، يراها العباد في السماوات وفي الأرض وفي أنفسهم، وكلها دلائل على عظمة الله تعالى وقدرته وعلمه وإحاطته وعجيب صنعه وتقديره. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟ عباد الله، هذه الأيام توالت علينا رياح شديدة مصحوبة بأتربة كثيفة، تأذى منها الناس وتضرروا، ولا تزال من أسبوعين إلى الآن تهب ريح عاتية بأمر ربها، ويتطاير الغبار وتغبر الأرض وتظلم السماء، فعاد الناس أضعف ما يكونون، يتوارون في سياراتهم أو يكنون في منازلهم، ومع ذلك حاصرهم الغبار وهم مختفون، ودخل إلى مساكنهم وإن كانوا لها محكمين. فنحن البشر والله ضعفاء، نحن أضعف ما يكون. الله عز وجل لما أرسل هذه الغبرة علينا عدلا منه جل وعلا، إنما يرسل جزءا يسيرا لا يعد ولا يذكر من جند الريح. فالله عز وجل لما أرسل على عاد الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، ما أرسل عليهم جل وعلا إلا كما ثبت في سنن الترمذي وغيره، إلا قدر هذه الحلقة، يعني حلقة الخاتم، حسنه العلامة الألباني. فهذا الجند مع أنه قليل فهو عظيم بما في ضعفنا وعدم قوتنا. ونحن لما هبت هذه الرياح واشتد الغبار، أغلق الواحد منا على نفسه أبوابه وشبابيكه، ولولا فضل الله عز وجل إذ أوجدت هذه المكيفات لمات الناس اختناقا من هذه الريح والغبار مع شدة الحر. عباد الله، إن من نعم الله علينا هذا الهواء الذي نتنفسه، ولكن عندما يتلوث هذا الهواء بالقدر الذي لا يمكن الإفادة منه، فإن حال الناس تصبح صعبة وحرجة، تصل ربما إلى حالات من الإغماء أو الاختناق ودخول المستشفيات، فتتأثر حياتهم إذا هبت ريح عاصف أو عمهم الغبار، فيرتفع عدد المرضى لا سيما من أصحاب الحساسية أو أصحاب الربو. ولقد بان عجز الإنسان الضعيف عن ردها ودفع ضررها حتى بإغلاق الأبواب والنوافذ، فيتصل لكل مكان ولو كان مغلقا. عباد الله، إنها نذر، ولكن أين المعتبرون؟ وآيات، ولكن أين المؤمنون؟ فلنتق الله عز وجل. ألا ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار، ألا ما أشد قسوة القلوب وغفلة العباد عن آيات الله وقدرته؟ أيها المسلمون، إن المعاصي سبب الكوارث والعواصف والمحن وانتشار الأوبئة وكثرة الغبار، فهي طريق التعاسة والشقاء. ما حلت المعاصي
في ديار إلا أهلكتها وأضعفتها، ولا فشت المنكرات في مجتمعات إلا دمرتها وأزالتها. وما أهلك الله أمة من الأمم إلا بذنب ومعصية، وما نرسل بالآيات إلا تخويها. ونحن عباد الله في ظهور المنكرات ها في بلادنا إلا من النذر والآيات، فحفلات غنائية ومهرجانات موسيقية واختلاط وتبرج للنساء في بلاد الحرمين وفي عاصمة التوحيد. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا وأن يعينهم في منعها وإبعاد من ينظمها، وكذلك انتشار الغش والتدليس وكثرة الحلف في المعاملات خصوصاً في البيع والشراء، وذلك لأكل أموال الناس بالباطل من المنكرات العظيمة التي بسببها تحل علينا عقوبة الله. وكما ترون اليوم نحن في انتشار وباء كورونا، وما نحن فيه من هذه الريح والغبار. أيها المسلمون، إن الريح والغبار جند من جنود الله تعالى لا يقاومها شيء، فإذا خرجت عن سرعتها المعتادة بإذن ربها دمرت المدن وهدمت المباني واقتلعت الأشجار، وصارت عذاباً على من حلت بدارهم. لما عتى قوم عاد قالوا من أشد منا قوة، فأرسل الله عليهم الريح العقيم، وما أرسل عليهم إلا كما جاء في الحديث قدر حلقة الخاتم من قوة الريح. فقال جل وعلا: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. قال الإمام البغوي رحمه الله: هي التي لا خير فيها ولا بركة، لا تلقح شجرا ولا تحمل مطرا. أخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والصبا عباد الله هي الريح الشرقية، والدبور التي أهلكت عاد هي الريح الغربية. عباد الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. رواه مسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه الإمام مسلم. نقل الإمام الحافظ بن كثير في تفسيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: الرياح ثمانية، أربعة منها رحمة وأربعة منها عذاب. فأما الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات، وأما العذاب فالعقيم والصرصر وهما في البر، والعاصف والقاصف وهما في البحر. انتهى. عباد الله، إن مما ينبغي الحذر منه هو نسبة هذه الظواهر إلى الطبيعة، كما يسميها بعضهم غضب الطبيعة، وكما يقول بعضهم هذه ظواهر طبيعية لها أسباب معروفة لا علاقة لها بأفعال الناس ومعاصيهم، كما يجري ذلك على ألسنة بعض العلمانيين والربلانيين وممن تأثر منهم من الصحفيين والإعلاميين، وما ينقل في وسائل التواصل شبكات التواصل الاجتماعي، حتى صار الناس لا يخافون عند حدوثها ولا يعتبرون بها. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ونحن لا ننكر أن يكون لها أسباب حسية، ولكن من الذي أوجد هذه الأسباب الحسية؟ إن الأسباب الحسية
لا تكون إلا بأمر الله عز وجل، والله بحكمته جعل لكل شيء سببا، إما سببا شرعيا وإما سببا حسيا. هكذا جرت سنة الله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. أو بعضهم ينسب ما يحدث في المناخ إلى النجوم والطوالع، فالنجوم والطوالع لا تأثير لها بالطقس بتاتا باتفاق العلماء، بل من اعتقد ذلك فقد وقع في الشرك إما الأكبر وإما الأصغر. نسأل الله عز وجل. الحمد لله، جرت الأقدار بأقلامه ومضت في الخلائق أحكامه. أحمده سبحانه وأشكره شكراً يزيد به فضل ربي وإنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ويقين، يزول بها عن القلب غشاوته وظلامه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله ببعثته ورسالته كمل الدين وارتفعت أعلامه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلوات وسلاما وبركات دائمات ما دام الدهر لياليه وأيامه. أما بعد، أيها المسلمون، إن من الناس من يتذمر عندما يرى الريح والغبار، بل ربما تطاول فسبها وشتمها، وهذا أمر قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذا الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذا الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإنها من روح الله تعالى تأتي بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. عباد الله، ومما ينبغي التنبيه عليه أن قول بعض الناس: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، فهذا حديث ضعيف جدا. وإنما الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما ذكرناه آنفا، فلنتقي الله عباد الله، ولنأخذ بأسباب النجاة، فإن هلاك الإنسان ونجاته مقيد بما كسبت يداه، ولنعتبر بمن حولنا، ولنتعظ بما يجري بالأقوام من غيرنا. كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يحدث في المسجد: إن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يرزقنا جميعا الفقه في الدين، وأن يجعلني وإياكم من عباده.